بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن شاء الله هنتكلم عن الآفات اللي بتصيب نبات الكوسة، وهو الحمد لله في مصر ما بيصيبش نبات الكوسة إلا آفة واحدة أو فطر واحد، هو من الأمراض الفطرية اللي هو البياض الدقيقي. البياض الدقيقي عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن بقع بيضاء بتظهر على سطح الورقة، وبعد كده بتتحول الورقة إلى اللون البني، ومع الإصابة الشديدة بتجف الورقة ثم تموت وتسقط. ظهور الإصابة بعد 3 أسابيع من الزراعة. تكوين المكافحة على فكرة يا جماعة بيبقى بعد أول ما تيجي الإصابة على طول، وتبقى ظاهرة جدا وواضحة جدا ومش محتاجة يعني لحاجة. طب إيه المركبات بقى اللي ترش بيها البياض؟ ولازم يا جماعة في الرش الراعي الغسيل الفطريات، ما كنتش تغسل النبات يبقى عملتش حاجة. أول حاجة اتش سيلفر، أجروزول، ألتراميل، توباس، سكان إكس، كابيدو، كول، إيزيد. وفي النهاية أشكركم.